تعتمد كل هذه الحركات العظيمة على أجنحة متطورة جداً. الأجنحة التي لها تموجات تزيد القوة، وأنماط معقدة من الأوردة تسمح لكل جناح بتغيير زاوية الخفقان على نحو مستقل أثناء الطيران. ولكن كيف تحقق الأعاسيب بالضبط مهارتها الجوية؟ في الكلية الملكية للطب البيطري في لندن يحاول العلماء معرفة ذلك. هنا يستخدم ريتشارد بونفري مسارات الدخان للكشف عن الأنماط المعقدة لتدفق الهواء فوق الأجنحة. وهو يدرس طريقة تحرك الأجنحة من خلال تصويرها من كل زاوية بكاميرات متعددة عالية السرعة تبطئ الحركة 80 مرة. هذا تسلسل إقلاع جميل جداً لهذا الدارتر. نرى أن الأجنحة تلتوي وتنحني وتغير التقوس. كل جناح من الأجنحة الأربعة يتحرك على نحو مستقل، لذلك أحياناً يدفع بالأجنحة الأمامية والخلفية لترفرف معاً، وبعد فترة قصيرة تتحول إلى رفرفة متضادة. هذا خفقان غير متزامن. وضعنا 9 كاميرات هنا. هذه المناظر تتيح لنا وضع نموذج ثلاثي الأبعاد لجسم اليعسوب وأجنحته أثناء حدوث كل هذه التغييرات في الشكل، الانحناء والالتواء، حتى نتمكن من فهم كيفية تحكم اليعسوب في طيرانه. إذا فهمنا الآن كيف تحقق الأعاسيب مثل هذا الإتقان في الهواء، فهل يمكننا أن نفعل أفضل من ذلك؟ حاول العلماء في فيستو في إسلينغن في ألمانيا فعل ذلك. قضى فريق من المهندسين هنا سنوات عديدة في محاولة صنع يعسوب آلي يحاكي رحلة اليعسوب الطبيعية، كما يوضح إلياس نوبل. حاولنا الاقتراب قدر الإمكان من اليعسوب الحقيقي. أجرينا الكثير من الأبحاث بشأن كيفية تكيفه مع بيئات مختلفة وكيف يوجه ذاته، وأعتقد أننا اقتربنا تماماً من تحقيق تلك الوظائف. فقد تمكنا من السيطرة على الحركات بدقة حقاً، يمكن توجيهه في أوقات قصيرة جداً حقاً، لا يستغرق الأمر سوى أجزاء من الثانية. يمكن أن يطير اليعسوب الآلي المصنوع في فيستو، ولكن الأمر يتطلب طياراً ماهراً يتحكم فيه عن بعد فقط لإبقائه في الهواء، فضلاً عن جعله يدور ويلتف برشاقة ككائن حقيقي. يجب أن يتحكم الطيار في 9 جوانب مختلفة من الأجنحة في الوقت نفسه، وهذا أكثر تعقيداً بكثير من التحليق بطائرة مروحية. لكن اليعسوب الحقيقي يفعل ذلك بدماغ بحجم رأس الإبرة. يعد هذا اليعسوب الآلي إنجازاً رائعاً، لكنه لم يطابق اليعسوب الحقيقي كثيراً. بصراحة، اليعسوب الحقيقي أفضل بكثير، فهو ليس أصغر من ذلك بكثير فحسب، ولكن وظائفه كثيرة أيضاً، وهناك الكثير لنتعلمه وإننا نتطلع لفعل ذلك. ولكن لنكون منصفين بحق مهندسي فيستو، نقول إن حشرات اليعسوب الحقيقية ظلت تمارس فن الطيران لمدة 330 مليون سنة. وفي هذه الأثناء طورت استخدامات للأجنحة أكثر من مجرد الطيران. هذه الأجنحة الجميلة ذات البقع الزرقاء الداكنة تنتمي إلى الرعاشة المخططة.